الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلع بتصريحات على هامش قمة بريكس الحالية، وقال بالحرف الواحد انه التخلي عن الدولار عملية لا رجعة فيها، وانتقد الغرب بأكثر من شغلة. وقال بوتين انه العقوبات الغربية على صادرات روسيا من الغذاء والأسمدة عم تهدد بشكل مباشر الأمن الغذائي العالمي، ووضح كمان انه صادرات روسيا ما وقفت، وأن روسيا نقلت تعاملاتها من الغرب لدول إفريقيا. وأنهى فلاديمير بوتين حديثه وقال أن التعاملات التجارية بالعملات المحلية بين دول بريكس وصلت ل 28%. وبعدها طلعت تصريحات للرئيس الصيني تشي جين بينغ وضح فيها النية الموجودة عن دول بريكس بالتوسع، والرئيس الصيني قال أن الهدف من تجمع بريكس مو تدمير الدولار أو الدخول بحرب باردة مع الغرب، إنما الهدف هو تعزيز التجارة بين الدول وتحقيق الازدهار. طب شو فينا نفهم من هاي التصريحات، وشو يلي رح يصير، وشو المواضيع يلي عم بتناقشها دول بريكس بهالاجتماع، وشو الهدف النهائي يلي بدهم يوصلوا له؟ هل ممكن دول بريكس تكسر هيمنة الدولار، وهل هاد هدفهم اصلا؟ الاجتماع الحالي لدول بريكس هو اهم اجتماع للمجموعة من بداية ظهورها، والسبب ببساطة انه لاول مرة في حضور كبير من رؤساء دول غير اعضاء بالبريكس. وواضح من تصريحات الرئيس الصيني وتصريحات رئيس جنوب افريقيا الاسبوع الماضي انه دول بريكس بهذا الاجتماع رح تبدأ بضم دول جديدة. لحد هاللحظة ما في أي تصريح عن الدول اللي حتنضم، ونتائج هالاجتماع ما حتطلع لبكرة، بس بحسب تصريحات الرؤساء واضح إنه في نية لضم دول جديدة. ولنقدر نتنبأ مين هي الدول فينا نرجع لتصريحات قديمة للدول الأعضاء. خلال السنين الماضية واحد من أهم أهداف دول بريكس هو ضم السعودية وإيران وباقي دول الخليج، وهذا السبب الرئيسي برأي أغلب المحللين بوساطة الصين لتحسين العلاقات الإيرانية العربية. والفائدة من ضم دول الخليج كلنا بنقدر نعرفها. دول الخليج هي المسيطرة على النفط، وهيمنة الدولار العالمية السبب الرئيسي فيها هو اتفاقية البترودولار مع السعودية. وبحال انه انضمت دول الخليج لمجموعة بريكس وبلشت دول الخليج تبيع النفط للدول الأعضاء بالعملات المحلية، تلقائيا رح تتزعزع هيمنة الدولار على العالم، خصوصا انه ما عم نحكي عن دول صغيرة، تحكي عن روسيا والصين والهند. ويعني ما اتوقع انه بحاجة اني اشرح عن روسيا والصين، خصوصا انه الصين هي اكبر مستورد للنفط بالعالم، والهند متوقع خلال 6 سنين تكون ثالث اكبر اقتصاد بالعالم بعد امريكا والصين. تصريحات رؤساء الدول الاعضاء وضحت انه الهدف مو انهاء هيمنة الدولار، انما دول البريكس عم تحاول انها تحقق مكاسب اقتصادية. وطلع تصريحات للرئيس الصيني ولرئيس البرازيل قالوا فيها انه هدفهم بعيد عن تدمير الدولار ولا حتى بيفكروا بهالموضوع. الهدف هو تخفيف هيمنة الغرب على اقتصاد دول الشرق من خلال التحكم بالنظام المصرفي. يعني ما حنفيق بكرة ونلاقي الدولار اختفى، بس وجود عملات تانية للتبادل التجاري رح يخفف من آثار الأزمات الاقتصادية الأمريكية على العالم، مثل الأزمة يلي عم نمر فيها هلأ، أو أزمة 2008 ويلي دمرت اقتصاد دول نامية بسبب أخطاء أمريكية. Olha, para vender para o Brasil, não dá, vamos trocar nossas moedas e os bancos centrais fazem os acertos no final do mês, sabe? O Brasil e China, o Brasil e Índia. Então, é isso que nós precisamos discutir. Essas são as novidades que nós precisamos discutir. ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس مشان توصلكم الفيديوهات الجاية بعد ما تطلع نتائج القمة، وأكيد رح نعمل بعد تحليل للقرارات ولتأثيرها العالمي والمحلي.